فالسواك لا يفطر به الصائم، وهو سنة للصائم كما هي سنة لغيره. والصحيح من أقوال العلماء أن السواك يشرع للصائم في كل يومه من أول النهار إلى آخره. إبرة البنسلين والإنسلين، فكل هذه هي للتداوي وليس للتغذي، فلا تفطر، بخلاف التي للتغذية فإنها تفطر كما مر معنا. الأمر الخامس، إذا جرح الصائم ونزف الدم بدون اختياره فإنه لا يفطر بذلك. وسادساً، الرعاف، وهو خروج الدم من الأنف، فإنه لا يفطر. السابع، بنج الأسنان وخلع الضرس، لا يفطر إذا لم يبتلع الدم أو لم يبتلع هذا الدواء البنج، يعني إذا لم يبتلعه فإنه لا يفطره. ثامناً، تحليل الدم، تحليل الدم لا يفطر أيضاً. والتاسع، المرهم الذي يوضع على الجلد أو يوضع على الشفتين للترطيب بشرط ألا يبتلعه، إذا وضعه على الشفتين لترطيب الشفاه اليابسة الناشفة بشرط ألا يبتلعه فإن هذه المراهم لا تفطر. وكذلك سائر الأدهان التي توضع على البدن أو التي توضع على الرأس إذا ادهن بشيء فإن الدهن لا يفطر. العاشر، الغرغرة في الفم بماء أو دواء فإنه لا يفطر به، لكن الأحسن ألا يفعله إلا عند الحاجة، خشية أن يسقط شيء منه إلى جوفه، لأنه لو سقط منه شيء وكان يستطيع أن يتحرز منه فإنه يفطر بذلك. أما إذا سقط منه شيء من الماء أثناء الغرغرة أو المضمضة مثلا، سقط إلى جوفه من غير تعمد وقد تحرز لذلك فإنه لا يفطر بذلك. الحادي عشر من الأمور التي لا تفطر أيضا، المكياج والكحل، المكياج الذي تستعمله المرأة والكحل فإنهما لا يفطران. والأمر الثاني عشر، استعمال الفرشاة والمعجون، لا يفطر إذا طرح ما في فمه ونقى فمه من أثر هذا المعجون، فلم يسقط إلى جوفه شيء من المعجون أو الدم لو نزل منه دم، لكن الأحسن أن يترك ذلك، يعني الأحسن أن يؤخر استعمال الفرشة والمعجون إلى بعد وقت الإفطار. الثالث عشر، منظار المعدة، فمنظار المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن ونحوه ووصل إلى المعدة فإنه يفطر بذلك. الرابع عشر، استنشاق الفكس ونحوه وشم العطور وشم رائحة البخور أو رائحة الشوي مثلا والطبخ، رائحة دخان الحطب، مجرد الرائحة فقط، مجرد الرائحة إذا شمها الصائم فإنه لا يفطر بذلك. فأما إذا وصل إلى جوفه شيء من البخور، يعني لو فرض أنه أتى إلى المبخرة ووضع أنفه على هذا البخور الذي يتصاعد منها فسار يستنشقه حتى وصل إلى جوفه فإنه يفطر، لأن له جرما يصل إلى المعدة فيكون مفطرا. أما مجرد الرائحة، بخور كان في الغرفة وشم رائحته، ومثله يقال في رائحة دخان الحطب، ومثله في دخان القدر، قدر فوق الطعام فوق النار ونحو ذلك. الخامس عشر، بلع الريق، إذا بلع ريقه فإنه لا يفطر ببلع الريق. والسادس عشر، بلع البلغم، إذا كان في حلقه لم يصل إلى فمه فإنه لا يفطر بذلك. السابع عشر، تذوق الطعام باللسان فقط دون ابتلاعه، لأن المرأة تحتاج أحيانا في المطبخ إلى أن تتذوق الطعام، وكذلك الذي يطبخ في المطاعم أو شخص يطبخ لنفسه فإنه يحتاج أن يعرف هل الطعام نضج أو لا، ويعرف ملوحته أو عدم ملوحته ونحو ذلك. والحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإذا تذوقه الرجل أو المرأة بمجرد اللسان فقط ثم ألقاه من فمه فإنه لا يفطر بذلك. فأما إذا ابتلعه عمدا فإنه يفطر بذلك، فعليه أن يتحرز في هذا. الأمر الثامن عشر، خروج المذي. خروج المذي ليس كخروج المني، مر معنا أن خروج المني يبطل الصوم، أما المذي فخروجه لا يبطل الصوم. والمذي هو السائل اللزج الشفاف الرقيق الذي يخرج من الإنسان عند المداعبة أو عند التقبيل مثلا أو عند التفكير في الجماع، وقد يخرج منه وهو لا يشعر ولا يحصل بخروجه انقطاع للشهوة، فهذا يسمى المذي. أما المني فلا،
المني يخرج دفقا ويكون أبيض ويخرج كثيرا دفقا وتنقطع به الشهوة، هذا الفرق بينهما. التاسع عشر الاستحمام أو الانغماس في الماء، فإنه لا يفطر بذلك، لكن عليه أن يتحرز من أن يصل شيء من الماء إلى جوفه. فمثل هذه الأمور الأحسن أن يجتنبها الإنسان، أعني الاستحمام أو السباحة، يعني أن يجتنبها إلا عند الحاجة. العشرون السواك، فالسواك لا يفطر به الصائم، وهو سنة للصائم كما هي سنة لغيره. والصحيح من أقوال العلماء أن السواك يشرع للصائم في كل يومه من أول النهار إلى آخره، لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يستحب السواك أول النهار ويكره آخر النهار. لا، الصحيح أنه يستحب في كل وقت. الحادي والعشرون الغبار، إذا دخل من أنفه أو فمه إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك. الثاني والعشرون التجشؤ، التجشؤ لا يفطر به الصائم. التجشؤ هو صوت يخرج من الإنسان إذا امتلأت معدته من الهواء، الناس يسمونه التكريع. فهذا التجشؤ أو التكريع هو بمجرده خروج هذا الصوت، وصل إلى فمه شيء يسير من الطعام وهو الذي يسميه الفقهاء بالقلس، فإذا وصل إلى فمه يجب عليه أن يطرحه ويلقيه من فمه، يجب عليه ولا يبتلعه. فإن ابتلعه عمدا عالما بذلك بأنه مفسد للصوم فإنه يفسد صومه. وأما إذا وصل هذا القلس، يعني هذا الطعام اليسير أو الشراب، إذا لم يصل إلى مكان يمكن طرحه وإلقاؤه، يعني ما وصل إلى الفم، لا زال في المريء، ثم عاد إلى مكانه في جوفه يعني في المعدة، فإنه لا يفطر بذلك. الثالث والعشرون التخدير. التخدير لا يفطر الصائم، لكن إذا كان طول يومه تحت التخدير، بمعنى أنه خدر، أعطاه الأطباء هذا البنج التخدير هذا قبل أذان الفجر، ثم استمر يعني في تحت التخدير تحت أثره لا يشعر بشيء إلى أذان المغرب، فمضى عليه يومه كله تحت التخدير لم يصح صومه، لأن شرط الصوم كما مر معنا النية، وهذا لا نية له. فأما إذا أفاق في النهار من أثر البنج هذا، بنج التخدير، إذا أفاق ولو جزءا يسيرا من النهار فإنه يصح صومه. إذا أفاق ولو جزءا يسيرا من يومه فإنه يصح صومه.